مرحبا أصدقائي متابعي قناة هشام كيمي. فاجأت التفاصيل التي تم الكشف عنها حول علاقة أوزجياجيز وجوكبيرك ديميرجي. لا تنسى متابعة قناتي لتتوصل بآخر الأخبار حول الممثلين الأتراك. تتمتع أوزجياجيز وجوكبيرك ديميرجي حاليا بعلاقة لطيفة للغاية، على الرغم من أنه يبدو أن علاقة هذين الزوجين الجميلين بدأت في المسلسل اليومي الوعد، إلا أن العلاقة بين الزوجين ظهرت قبل هذه السلسلة، على الرغم من أن أوزجياجي قدمت اسمها للعالم خلال مسلسل الوعد، إلا أنها لعبت دور البطولة في مسلسل سميها ما شئت. قبل هذه السلسلة الممثل الشهير رأى أوزجياجي خلال الفترة التي لعبتها دور البطولة في مسلسل سميها ما شئت وقد أحبها كثيرا، ومع ذلك لم يستطع جوكبيرك ديميرجي إخبار مشاعره للممثلة الجميلة في ذلك الوقت، وأبقى هذا الحب الجميل فيه. كان جمال أوزجياجيز البسيط والواضح كافيا لإثارة إعجاب جوكبيرك ديميرجي. لاحقا ألقوا معا وأصبحوا أكثر حميمين مع بعضهم في المسلسل اليومي الذي يسمى الوعد، والذي انتهى الآن منذ اليوم الذي بدأ فيه المسلسل. أحب هذا الثنائي حقا، وتلقى كلاهما رسائل من وسائل التواصل الاجتماعي أفادها إنكما مناسبان جدا لبعضكم البعض، أعتقد أنكم ستكونوا عشاق حقيقيين. كان أول طرف عبر عن مشاعره لبدء هذه العلاقة هو جوكبيرك ديميرجي، ثم استجابت أوزجياجيز لمشاعر جوكبيرك ديميرجي، وهنا بدأت هذه العلاقة الجميلة. ما رأيكم في قصة حب أوزجياجيز وجوكبيرك ديميرجي؟ يمكنكم مشاركة أفكاركم الخاصة في قسم التعليقات بالفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا على الخاصية الجديدة سوبر شات. شكرا لمشاهدتكم.